الو، السلام عليكم. العشبه معكم اليوم في الفوتوش، دروس في الفوتوشوب. غادي نوريكم كيفاش ديروا الانيماسيون ديالكم وتكون متسلسله وعندها لوجيك في التسلسل ديالها. وكنظن هذا تحتاجوه بزاف في الانيماسيون ديالكم. فقط انتبهوا عليه وتبعوا الخطوات، وغادي تستفدوا من هذا الدرس بزاف. الاول اول شيء، بعدك غادي نوريكم هاد الانيماسيون، وغادي نوريكم كيفاش كنديروا لها. مثلا غادي تبداو تشوفوا من الاول احسن. اوكي، من الاول غادي نمشي معكم. من الاول غتشوفوا كيفاش داير هاد الانيماسيون. اذا شوفوا الكرة ديال البيار، مثلا عندكم الجولفازور، ممكن تشوفوا الكرات كيفاش كيتحركوا على الكاربيت خضراء بطريقة منطقية، عندها هذاك التسلسل ديالها. كيفاش دير هذاك التسلسل ديالها وبطريقة بسيطة ما تاخدش منكم بزاف الخدمة. اول شيء غادي نمشيو نسدو هاد الانيماسيون ديالنا ونبداو واحدة اخرى. الا بغيتو احسن تبداو شي وحده اخرى جديده. كتمشيو تفتحوا الفايل، كديروا الباك جراوند ديالكم اول شيء بالكحل او لا بالخضر ولا بشي لون اللي بغيتو نتوما. غادي نمشيو لحنا الكاربيت، غادي نديرو الخضر. اوكي، هو هذا هو الباك جراوند ديالنا. غادي نمشيو نديرو الكره، غادي ندير معكم جست ديال الكره كتضرب بوندا. اذا هاد المساله كديروا سيليكتور، كتحطوا كرة ومن بعد كتعمروها بشي كولور لنفترض حمراء. كتمشيو للستايل، كتنزلوا ستايل على الكرة، وهانتوما حصلتوا على اللون ديال الكرة دائري و اومبوس. وممكن تشونجي في لي فونكسيون ديالها الى بغيتي، مثلا تكون اكثر، مثلا الكرة عندها السوفت ديالها. ها حنا درنا كرة، غادي نشونجيو لا كولور ديالها في الثانية. اذا هنا كندير الديبليكيت، احنا درنا جوج ديال الكرات، واحدة دابا الثانية هي اللي غادي نخدمو عليها. غادي تضرب الفونكسيون ديالها وتمشي للاوفرلي، الكولور اوفرلي، وغتشونجي لا كولور ديالها باش تعطيك منطق في الاخر. اذا حنا غادي نمشيو لشي لون اخر، اذا لنفترض زرق. اذا زرق اوكي، دابا احنا كلينا اوكي. غتمشي غتاخد الكره وغتحطها هنايا مثلا، وغادي ترجع. احنا غادي نمشيو لهاد الكره دي سيليكت. اوكي، دابا هاد الكره من هاد الضرب هنايا، احنا شنو غادي نديرو؟ غتمشي للانيماسيون ديالك وتكريي انيماسيون ديالك. هما هادو، كتحيد الاولى، كتجيب الثانيه، كديبليكيها، كدير لها الديبليكيت وكتولي الاولى. اذا ملي كنمشيو لهنايا، احنا الكره مشات لهنايا. سوري، خصنا نرجعو. كنديرو في الثانيه هي اللي كتمشي الكره هنايا. اذا ها هي مشات لهنا. ما عليك، دابا ترجع الاول، كتكليكي عليه وكتكليكي على الكونترول ديالك باش كتسليكسيوني بجوج، وكتكليكي على هاد التول هنايا، هو اللي كيقولوا له توين انيميتور انيميشن، توين انيميشن فريم. وكتعطي شحال من فريم، يعني مثلا انا غندير 6 لانها ماشي بعيده بزاف. خصكم تكونوا كتعاملوا مع هذا بمنطق، الا كانت قريبه ولا بعيده خصكم ديروا الفريم على حساب هذاك البعد باش يكون عندها لوجيك. اذا هنايا الى خدمتي هادي، هانت كتشوفها كتحرك هادي بمنطق كتمشي، وممكن تشونجي السرعه ديالها بالطريقه اللي كتبغي. اذا غادي تمشي للفريم الاخير وتعطيه الدوبليكيت مره اخرى. الاخر واحد هو 8، وكتعطيه 9، وكترجع وكتاخذ في 9. وشنو كدير؟ كتاخذ الفريم، يعني الكوبي ديالك الزرقاء، وكتديها للبوند، معناها مشات للبوند ديالها. اذا هنايا
احنا درنا ديبليكيت كترجع عاوتاني للثمانية للثمانية وكتدير كونترول كتدخل على تسعود يعني كتكونترولي حتى تسعود كتسيليكسيوني بجوج وكتبرك على التوين مرة أخرى كدير مثلا ثلاثة لأنها قريبة بزاف على هذاك المسافة الأولى. إذا احنا هنايا احنا سجدنا الثانية الثمانية. إذا إلا بغيتي تشوفوا الحركة هي هذه. سوري شي حاجة ما خدمتش مزيان. إذا شنو أوكي ها هو شوفوا الانيماسيون ديالها كيفاش كتتم انها كتمشي. اذا هنا غادي نمشيو للفريم اخر واحد اللي لاصقه في الحيط وكدير لها الدوبليكيت مره اخرى وكتنزلها. دابا هنايا فين ها هي كتضرب هنايا لا لوجيك الا ضربت هنايا كتجي بوندا هنايا. اذا هنا غادي ناخذو من هنايا وغادي ننزلوها هنايا. اذا هنايا احنا وصلت البوندا هنايا عندنا. اذا خصنا نرجعو الاول وكات تكونترولي وكات سيليكسيوني 13 12 و13 يعني اخر واحد وكتبرك شحال. دابا الا كانت 6 غادي نديرو هنايا 8. علاش؟ لان هاد المسافه بعيده على هاد المسافه اللي كنا درنا في الاول 6. وكتكليكي اوكي. هنا الا خدمتيها كتشوف لي موشن انها ضربت ومشات ورجعت يعني احنا كملنا. وبهذه الطريقه ممكن ديروا بزاف ديال الفريم ديالكم وديروا بزاف ديال يعني الانيماسيون ديالكم على حساب شنو انت كترسم في اللوحه. خصك بس تذكر هاد الطرق وهانت غادي دير الانيماسيون ديالك بواحد لا لوجيك في الصوره منطقيه بزاف. والسلام عليكم.